للفساد في العراق ما بعد عام 2003 أوجه ومسارات كثيرة أدت إلى ضياع أموال الشعب، والتي تقدرها تقارير رسمية بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية والدنانير العراقية. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهنا يصل الفساد إلى مبنى تابع لمديرية الشباب والرياضة قيد الإنشاء في منطقة الطويسة وسط مدينة البصرة، لينهار على من فيه بسبب التلاعب في المواد المستخدمة والتي تعتبر أقل من المواصفات المطلوبة لإنشاء أي مبنى. فرق الدفاع المدني في البصرة هرعت إلى موقع الحادث لتتمكن من إنقاذ 7 عمال وانتشال 3 جثث من بين حطام المرفق الرياضي عبر استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية والمعدات الثقيلة، الأمر الذي دفع محافظ البصرة أسعد العيداني لتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقيق بحادثة الانهيار مؤلفة من معاونه الحقوقي حسن النجار والدائرة القانونية في الديوان والأدلة الجنائية وعدد من المهندسين المختصين في المحافظة. لجنة الشباب والرياضة النيابية وعلى لسان رئيسها عباس عليوي طالبت بتحقيق عاجل وسريع لكشف أسباب الانهيار وإعادة النظر بطريقة الاستثمار المعتمدة والمتابعة الفنية للمشاريع المقامة من قبل المستثمرين حتى لا تتكرر الأخطاء. المشاريع الاستثمارية في العراق وضعت بدائرة الشبهات منذ عام 2003 بسبب من يعتاش على قوت الفقراء. ليلخص مبنى البصرة، وضع الاستثمار في بلد وضع الفساد قدما في كل شبر فيه.